العربية، لأنه خلوا بالكم كل في مقاسات، في مقاسات. طب نروح للمهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة بيراميدز. أولا مساء الخير، وأنا واحد من الناس اللي سعداء جدا النهاردة يا باشمهندس إبراهيم إن احنا وصلنا اللي حضرتك قلته معانا من سنتين، إنه نفسك تعمل مش كاوتش الصغير، لا أعمل كل الأنواع. خلي حضرتك متشكر جدا أستاذ أحمد موسى. طبعا اللقاء كان مع حضرتك المرة اللي فاتت كان لقاء مثمر، الحمد لله بعد سنتين يعني جاب نتائج الحمد لله. يعني قول لنا اللي على الأرض النهاردة رئيس الوزراء شافه. بص، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى النهارده اكرمنا بزياره رئيس الوزراء. احنا ربنا اكرمنا واستطعنا ان احنا نصنع اطار السيارات الملاكي الريديال. رئيس الوزراء النهارده افتتح خطين انتاج، في واحد غطى على الثاني، يعني افتتح خط انتاج المعدات الثقيله الاطارات الصلبه وافتتح خط انتاج الملاكي. خط انتاج الملاكي احنا بنعمل مقاس 12 و13 و14 و15 وهنوصل ل17 ان شاء الله. طيب الناس مش هتبقى عارفه الارقام، يعني هنا ممكن تقول لي لجميع انواع الملاكي؟ لا، في أيوة. بعد كده العربيات الفارهه، يعني احنا مش في المرحله دي، احنا عارفين الفئه الاكثر انتشارا في مصر العربيات الشعبيه، نقدر نقول الشعبيه. الشعبيه الميكروباص وربع نقل والعربيات السيدان الصغيره لحد مقاس 17. كويس. ودول بيمثلوا تقريبا 90% من استيراد مصر. 90% من استيراد مصر للست مقاسات دول. النوعيات دي الست مقاسات، اصل الست مقاسات دول بيندرج من تحت مقاسهم بيندرج منهم 50 مقاس، يعني كل مقاس فيه 6-7 مقاسات. كويس. دي الخطوه الاولى والمرحله الاولى. دي المرحله الاولى يا فندم، احنا بنبني براند مصري. فحضرتك دلوقتي بتقفل لي فاتوره ضخمه جدا كنا بنستوردها. واحنا بنقفلها بمكون محلي 70%. مكون محلي 70%. كويس. وبنحاول ان احنا ان شاء الله هنبني براند مصري، مصنع مصري ملك البلد، هو ملك المستثمر اسما لكن هو في الحقيقه يعني هو ملك البلد، عشان ينافس البراندات العالميه في العالم. والاهم من ده ان يكون السعر مناسب، احنا السعر بتاعنا 40% اقل من المستورد. بس نفس الجوده؟ فندم احنا واخدين جميع الشهادات العالميه المؤهله للاطار للتصدير. أيوة. لامريكا والاوروبا. ايوه. والمواصفات القياسيه المصريه، والاطار بتاعنا اكيد يعني هيكون افضل من اطارات كتير بتخش مصر. كويس قوي. حضرتك فاهم انا عايز اقول ايه يعني. عظيم. طيب هنوصل 100% في خلال قد ايه؟ يعني هل وعدت رئيس الوزراء النهارده احنا ان شاء الله هنعمل براند المصري ده 100% في خلال قد ايه؟ هو احنا اول حاجه ما ينفعش الاطار يكون 100% منتج مكون محلي 100%، لان ما فيش في مصر مطاط طبيعي. فالمطاط الطبيعي في كل الاحوال وفي كل العالم بيستورد من دول معينه. نعم. لكن احنا هنوصل بالمكون المحلي ان شاء الله نتخطى ال 80%. أيوة. وكده يبقى احنا بنستورد المطاط الطبيعي، لكن الاهم من ده احنا هنغطي قد ايه من السوق. احتياجات السوق المحلي، احنا في الوقت الحالي من هنا لشهر 10 هنغطي تقريبا 25% من استهلاك السوق المحلي من الاطارات دي. كويس. وان شاء الله خلال عام 25 هنوصل ل 60%. كويس. من الاستهلاك، وان شاء الله السنه اللي بعدها ربنا يقدرنا وان احنا نوصل 100%. عظيم. طيب النهارده بتكلم على سوق محلي ثم تصدير، بروح فين؟ السوق التصدير لمين؟ احنا بنصدر ل 10 دول. أيوة. في الوقت الحالي. هم المغرب وسوريا، والمغرب وتونس والجزائر وسوريا والعراق ولبنان وتركيا وباكستان واليمن وكينيا. دول احنا بنصدر لهم حاليا، وعاملين تعاقد مع شركه الولايات المتحده الامريكيه لتصدير بعض المقاسات الخاصه بالبيتش باجي وجولف كار وبعض قطع الغيار المخصصه للتصدير الامريكي. نعم. فكمان بتصدر لامريكا. كويس. والاطار الملاكي اللي احنا بنصنعه دلوقتي احنا مطلعين العينات التجريبيه عشان نصفرها تروح المانيا ناخد عليها شهادات الاي مارك عشان نقدر ان احنا نصدرها لاوروبا. هايل. متوقع امتى اوروبا تدخل السوق الاوروبي؟ ان شاء الله اذا ربنا احيانا الموافقه بتاخد من 4 لـ5 شهور. نعم. علشان يجي لنا موافقه الاي مارك. نعم. هتيجي الموافقه فورا ان شاء الله نبتدي التصدير. يعني التصنيع بيتم ازاي؟ يعني الحاجات اللي انا بعرض حاجات قدامي دلوقتي اللي هي الماده الخام اللي هي المطاط والحاجات دي بتجيبوها منين ولا بتاخدوها من حاجات مستعمله؟
لا احنا هو المطاط بينقسم لكذا نوع من المطاط، ايوه جزء منه احنا بنصنعه عندنا في المصنع. احنا عندنا مصنع، انا قلت لحضرتك قبل كده شرحت ان احنا عندنا المصنع السابع في العالم لاستخراج المطاط، وثلاث انواع من المطاط بنستوردهم لان دول مش موجودين في مصر، سواء المطاط الطبيعي او المطاط المستخرج من مشتقات البترول. نعم، هم دول الثلاث حاجات اللي احنا بنستوردهم يعني. نعم. فالنهارده احنا عندنا انتاج يومي تقريبا قد ايه؟ يعني اقدر اعمل قد ايه في اليوم او في الشهر حتى؟ احنا هننتج في الوقت الحالي وانا واقف مع حضرتك كده، هننتج 15,000 شهريا، ونفضل نرفع في الانتاج لحد ما نوصل 150,000 شهريا في شهر 10. شهر ان شاء 10 الله نهايه 25 احنا ممكن نوصل ل 300,000 شهريا. طيب النهارده حضرتك عارف طبعا الانواع اللي موجوده والبراندات اللي موجوده وغيره، هقدر انا انافس معاهم في اطار المواصفات بتاعتي الجوده بتاعتي؟ احنا عاملين اطار هينافس الاطارات الاوروبيه الفئه الاولى ان شاء الله، وبسعر منافس للاطارات يعني اللي جايه من شرق اسيا. وده نتيجه حاجتين، اول حاجه دعم الدوله لينا، كويس، ثاني حاجه العماله المصريه، كويس، ثالث حاجه ان احنا استطعنا ان احنا نعمل جزء من الماده الخام. ان شاء الله احنا دلوقتي في طريقنا ان احنا نصنع ماده خام، يعني نوع ثاني من المواد الخام، وده هيقلل لنا التكلفه وبالتالي هيقلل سعر الاطار النهائي للمستهلك. كل اللي شغالين ايادي مصريه كلهم. هو النهارده رئيس الوزراء اتفاجئ ان جميع العاملين في المصنع مصريين، هو حتى علق على الموضوع. اللي انتج اطار الدراجات السيارات النهارده هم شباب مصري، مهندسين مصريين اخذوا الخبره من الاجانب، طوروا الموضوع. عندنا الحمد لله بيتطور، احنا عاملين خطه انتاج من يوم ما بدانا، خطه الانتاج دي تنتهي 27، تنتهي باطارات سيارات النقل الثقيل. سيارات النقل التقيل. التقيل. احنا واخدين المراحل مرحله مرحله لان تصنيع الاطارات مش حاجه بسيطه. الناس في معدات بتتصنع مخصوص، ما فيش حاجه اسمها معدات مستعمله بتيجي. كل معده بتستعمل يعني كل معده بتتصنع مخصوص للمصنع اللي هيصنع الاطار بالكواليتي بتاعه بالجوده بتاعته باسمه، والاسطمبات بتتصنع باسمنا. الموضوع بياخد يعني اقل مكن عشان تتصنع بتاخد 12 شهر. طيب حضرتك لما كنت معانا هنا على الهواء كان بعض، هل تم حل كل المشاكل وبالتالي بدانا نتوسع عشان نوصل للنتيجه النهارده؟ هو احنا في دعم من الدوله اقصد؟ بص على حاجه، هو في طبعا دعم من الدوله، حصل في قيادات اتغيرت عدت، في قيادات دلوقتي متفاهمه مع الوزير احمد سمير. نعم. راجل متفاهم جدا طبعا. دوله رئيس الوزراء لما اجى المره اللي فاتت، نعم، بتليفون منه حللنا مشكلات كتير، اولها دخول الماكينات، هو اتصل وفعلا حللنا ودخلنا الماكينات اللي احنا دلوقتي بنشتغل بيها. ففي لا في مشاكل كتير بتتحل يعني. ما فيش مصنع في العالم كله ما عندوش مشاكل، في مصر او غير مصر. نعم. اهم حاجه ان المسؤول يكون عنده التفاهم، او يعني ان هو يحل المشكله علشان نقدر نكمل. نعم. وده اللي حاصل. محافظ بورسعيد يعني بصراحه واقف جنب كل المصانع في المحافظه واحنا اولهم. دوله سيادة الوعد الغضبان ده راجل يعني طبعا. من الشغيله، راجل شغال طبعا. ميداني يعني. نعم. فتح بابه لكل الناس. دوله رئيس الوزراء بصراحه لما اجى وشاف الوضع على الطبيعه شهر 9 اللي فات، غير وجهه نظره خالص عن المصنع وفتح لنا بابه ان هو يحل لنا كل المشاكل. معالي الوزير احمد سمير رحنا قعدنا معاه، وراجل متفاهم، وراجل اصلا مصنع ومتفاهم وعارف المشاكل، وفعلا والله اتصل وحل لنا مشكلات كتير. في عقبات، في شويه عقبات، في مش ممكن ما يكونش عقبات، مش ممكن لا انا ولا غيري يعني، اي مصنع في العالم في مشكلات، لكن في الاخر بتتحل ولا لا؟ بتتحل، هو ده الاساس. بنحتاج كم كاوتش عربيات في مصر في السنه؟ مصر فيها 6 مليون مركبه، ومتوسط 24 مليون اطار. لو العربيه اتغير كل سنه، كل سنه ونص، يعني بنحتاج من 15 ل 20 مليون اطار سنويا. طب احنا عندنا في مصانع ثانيه غير حضرتك؟ لا، المصنع الوحيد حاليا كان عندنا الاول في مصنع تابع للدوله ولكنه قفل من سنين يعني. والمصنع يعني مصنعنا هو المصنع الوحيد في افريقيا وفي الوطن العربي. في افريقيا؟ وفي الوطن العربي كله. المغرب ما عندهمش المصنع ده؟ لا ما لا المغرب ولا اي دوله عربيه فيها مصنع اطارات. بالاجماع يعني. طب محتاجين كم مصنع؟ ده احنا محتاجين كم 20 30 مصنع زي حضرتك كده. واكبر مني مصر لو اتعمل فيها 20 مصنع
مش هيكفوها. يعني حضرتك تتخيل ان جميع مصانع العالم بتصنع وتبعت مصر، سواء برندات بقى كبيره او عالميه او تحت السلم او 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 او، نعم. كله بيبعت مصر. نعم. فمصر محتاجه ان احنا نطور من نفسنا ونكبر. عشان كده احنا شغالين وبنكبر على قد امكانياتنا وعلى قد مجهودنا، احنا بنكبر. الفئة الأولى من العربيات دي قدامكم خطة ليها؟ طبعا. بص يا فندم، هي مراحل. الأول ناخد الفئة الشعبية اللي هي الشعبية الأكثر 17، وبعد كده يعني لما الأمور تتحسن هنعمل من 18 لحد 20. ما فيش حاجة ما تتعملش، يعني احنا كمصنع ما عندناش، ما فيش حاجة، ما فيش سقف لأحلامنا. احنا انت ممكن تلاقيني ان شاء الله سيادة رئيس الجمهورية جاي يفتح مصنع إطارات الطائرات، انا ما عنديش مشكلة خالص. انا حلمي ان انا اعمل كل الاطارات، حلم احنا شغالين كل عليه، الاطارات بنخليه على ارض الواقع. يعني لا احنا تقدر تعمل اطار طياره؟ والله هو ايه الصعوبه فيه؟ يعني لا انا بسال سؤال. والله ايه الصعوبه فيه؟ على فكره عشان تعمله سهل، بس احنا لازم ناخد موافقه الشركه المصنعه للطياره ان الاطار يركب فيها. لو خدنا الموافقه دي نقدر نعمله عندنا عند حضرتك كده. نعمله والله ما في مشكله خالص. هو يعني ما كان، بص يا فندم، صناعه الاطارات بالنسبه لمصنعنا في الوقت الحالي عبارة عن ماكينات استنباط فقط لا غير، امكانيات مادية، ماكينات استنباط نجيبها ونشتغل، لكن احنا عندنا الخبرة، عندنا النهاو، عندنا المهندسين ابنائنا من مهندسين مصريين، عندنا عمالة فنية على اعلى مستوى في العالم، هم اللي بيقولوا كل، عندنا عمالة صيانة سواء ميكانيكا او كهرباء او انشاءات على اعلى مستوى في العالم. احنا النهارده السيد الرئيس شهد ان احنا جزء من الماكينات كبير جدا احنا اللي مصنعينه عندنا. اللي بتشتغلوا بيه. بنشتغل بيه احنا اللي مصنعين الجزء عندنا، يعني احنا شغالين. الموضوع ما عادش بالصعوبه اللي هو المستحيل. الموضوع فلوس، مكن، انتاج. عظيم. هايل. الحمد لله. ويعني تاني بقول تحيه لحضرتك وكل الناس، كل الشباب المصريين اللي شغالين في هذا المصنع. عايزين بدل 1000 واحد، كم واحد شغالين في المصنع؟ احنا عندنا دلوقتي داخل المصنع 1500، وفي فروع البيع لان احنا عندنا منافذ توزيع للمستهلك 150 منفذ توزيع، دول فيهم حوالي 450 فرد. نعم. على مستوى الجمهوريه عندنا 150 منفذ على مستوى الجمهوريه، وان شاء الله من هنا لنهايه السنه هنوصلهم ل 500 منفذ توزيع. واحنا عايزين يبقى موجود هنا شغال 5 6000 10000 واحد ان شاء الله. مع التوسع القادم احنا هنوصل داخل حدود المصنع فوق ال 3000 عامل ومهندس. يعني ممتاز. مره ثانيه مبروك وكل التحيه لحضرتك، وزي ما بيقول كده الصناعه المصريه وصنع في مصر. نتكلم النهارده على كاوتش مصري، اطار مصري صنع في مصر. قال لك ده المصنع الوحيد، مهندس ابراهيم جوده. طبعا مصنع بيراميدز اللي موجود في بورسعيد، ورئيس الوزراء كان موجود النهارده بيفتتح خط الانتاج ليه